يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه. اهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا، وبالتاكيد طبعا كلنا متابعين على مدار الساعات الاخيره ومن لحظه انتهاء مباراه الاهلي والبنك الاهلي حاله الغضب، وحاله الغضب الحقيقه اللي ترجمها في اول لحظاتها وكانها نتيجه خساره بطوله، لكن الحقيقه الموضوع اكتر بكتير من مجرد ضياع نقطتين في مشوار النادي الاهلي للمنافسه على بطوله الدوري. والموضوع عشان نكون بنتكلم بدقه، حاله غضب من جماهير النادي الاهلي من مستوى التحكيم، خصوصا في مباريات الاهلي في الموسم ده. 4 نقاط خسرها النادي الاهلي في 7 مباريات خاضها في بطوله الدوري العام لغايه النهارده. الجماهير بتحمل مسؤوليتها للاسف شديد جدا للتحكيم. الحقيقه يمكن قد تكون هذه الاخطاء الى حد ما مقبوله، وده اللي خلى كتير جدا من الناس تفتكر ان الموضوع يعني يصل لنطاق المؤامره او حاله التربص او حاله التحفز او محاوله لتعطيل مشوار الاهلي. هرجع تاني واقول انه قد تكون الاخطاء دي مقبوله في حاله اذا لم يكن هناك وجود لشيء مسمى الفار. الفار الحقيقه اللي ما استفدناش منه باي شيء، الفار اللي ما حاولش ان هو يبذل اي مجهود في اصلاح الاخطاء التحكيميه. وقع كتيره جدا شهدها الدوري العام السنه دي الحقيقه في ماتشات الاهلي السبعه اللي خاضها كانت كفيله بخساره مزيد من النقاط بالنسبه لنادي الاهلي، لكن الحمد لله قدر رجاله الاهلي في اوقات كتيره جدا ان هم يتجاوزوا الاخطاء التحكيميه. لكن السؤال، مين المسؤول عن ضياع 4 نقاط من نادي الاهلي في مشوار المنافسه على البطوله؟ وهل نجح الفار او تقنيه الفار في التقليل او الانهاء على اخطاء التحكيم في مسابقه الدوري المصري؟ ده سؤال مستني اسمع اجابته من جماهير النادي الاهلي.